ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في أحاديث عديدة الترغيب بالدعاء للمسلمين مع الدعاء للنفس، بل إنه يترتب على ذلك من الأجور العظيمة والفضل العميم ما لا يعلمه إلا الله. ولو كان في الوقت سعة لوقفنا على نماذج من الأحاديث في هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. انظر، من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. أتدري كم حسنة تحصل إذا قلت في دعائك: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؟ كلمة لا تبلغ سطرا واحدا، كم من الأجر تحصل. عد من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل مسلم لك به حسنة، ملايين الحسنات. وعندما تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالسداد، تدعو لهم بالعون والتوفيق والسلامة من الفتن، وهذه الدعوات إذا نبعت من قلبك دلت على سلامة قلبك وسريرتك وباطنك تجاه إخوانك المؤمنين. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.